وقاية صحيحة، طريقة المفروض لابسين بنطيات وكمامات رئوية. بعد ما نتبع العلم شوية بحق وقاية انتشار الفيروس يقدر يسمع. عندنا كادر طبي هو بيعطي طرق الوقاية وكيف يقدر يعني إنه هو يتباع على نشط عدوى. انطلقت حملة زيرو كيس من مدينة الخمس تحديدا، شباب كادر من عمل التطوعي. كانت اسم الحملة زيرو كيس، قانون منا ان لما فيش ولا حالة في ليبيا، وان شاء الله باذن الله حتكون ما فيش ولا حالة في ليبيا اذا كان الوعي انتشر في كافة الناس. انطلقت الحملة من بلدية ابو سليم، كانت يوم الاربعاء والخميس، استهدفنا فيها المقاهي والمطاعم والمخابز والاسواق التجارية لتوعية الناس عن كيفية وقايتهم من المرض. واليوم يوم السبت انطلقنا في داخل بلدية حيلندرس لاستهداف المقاهي والمخابز وسوق اللحوم بحي الإسلامي لتوعية الناس على الوقاية بمرض كورونا.